يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ذهب طالب العلم من القرية التي يسكن فيها بسبب طلب المعيشة مع شدة حاجة الناس إليه، حيث توجد كثير من المخالفات العقدية في بلده، لكنه سافر ليطلب معيشته، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك، لكن يرجع إليهم بين فترة وأخرى ويدعوهم إلى الله ويبين لهم، يرجع إليهم، يسافر قدر الحاجة ويرجع إليهم ثم يواصل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.